السيدات والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد. نجح مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب في الوصول إلى البيت الأبيض ليصبح بذلك الرئيس 45 للولايات المتحدة الأمريكية. وجاء فوز ترامب بعد تفوقه على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في بعد السباق الطويل والمضني نحو البيت الأبيض. وقد تخطى ترامب حاجز 270 صوتا صباح اليوم بما يكفل فوزه بالرئاسة. ووجه المرشح الجمهوري ضربة قوية لكلينتون بفوزه في فلوريدا وكارولاينا الشمالية، وهما ولايتان متنازع عليهما، منحتاه 44 من أصوات كبار الناخبين. وحقق المرشحان انتصارات مبكرة في ولايات كان من المتوقع لهما الفوز فيها، إذ فاز ترامب بالولايات المحافظة في الجنوب والوسط، بينما اكتسحت كلينتون عددا من الولايات على الساحل الشرقي والغربي. ويصنف ترامب بأنه قريب من اليمين المتشدد في الحزب الجمهوري، واشتهر بعدائه للمهاجرين في أمريكا، خصوصا المتحدرين من أصول مكسيكية الذين يتهمهم بإغراق البلاد بالمخدرات والعنف، ولا يتردد في الدعوة لإعادة النظر في قوانين الهجرة ووقف منح الجنسية الأمريكية للأطفال الذين يولدون فوق الأراضي الأمريكية. وأطلق ترامب تصريحات مثيرة للجدل فيما يخص السياسة الخارجية أيضا، وتحديدا المرتبطة بالعالم العربي، من قبيل دعوته لإعادة احتلال العراق والاستيلاء على حقول نفطه للتصدي لعصابة داعش الإرهابية. فوز ترامب في الرئاسة، متابعه في هذا التقرير. قلة الخبرة السياسية، اندفاعه وتهوره، استفزازاته وغروره المفرط لم يحل دون فوز الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، الأمر الذي رآه البعض صدمة للعالم وزلزالا سياسيا يضرب هذه الدولة العظمى، فيما رآه آخرون ثورة على النخبة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية وفوزا للرجل العادي على نموذج السياسي المعتاد. We won it because we believed in the people. We believed that that message would always go with the people. It was a long, hard battle. I have never been happier in my life. I am very excited right now. Donald Trump has been saying the entire election how the polls were not telling the truth, how the media is biased against him, how everybody seems to be colluding against him. And boy, did we prove it tonight. It's a great day for the world in America. You know, Donald Trump is going to be a great example of entrepreneurship and business for the world, and he'll be an inspiration for the world for that. And it's a vote against corruption. لن أخيب أملكم وسأكون رئيسا لكل الأمريكيين، هذا ما أكده ترامب في خطاب النصر الذي وجهه عقب إعلان فوزه، داعيا مواطنيه إلى الوحدة. To all Republicans and Democrats and Independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me. This was not a campaign, but rather an incredible and great movement made up of millions of hardworking men and women who love their country and want a better, brighter future for themselves and for their family. في المعسكر الند، خيبة الأمل والهزيمة ليسا المهيمنان فقط، بل سيطرت الصدمة والذهول على الموقف فيما أقرت الديمقراطية هيلاري كلينتون بهزيمتها وهنأت منافسها بالفوز. I wanted to come here to experience and see it all, but of course I'm sad and disappointed, but there's still hope. Yep. Sorry. We're definitely disappointed based off of the fact that we very much expected Hillary Clinton to win, and instead we got someone who's not only been ridiculed by every respectable politician in the book, but has also been called a clown on most major news networks. I think I'm still in shock. Did not expect this in my wildest dreams. It still hasn't actually hit me at all what is happening right now. It does seem very divided,
But I think this is just the immediate aftermath. I think in the long run, everything's going to be okay. Everything will be peaceful. And I really hope there's no violence. رغم الانقسام الذي بدأ لدى الحزب الجمهوري والذي تجلى بتخلي العديد من شخصياته عن ترامب خلال السباق الرئاسي، إلا أن الانقسام لدى الديمقراطيين كان أكبر على ما يبدو، وهذا ما عبرت عنه نتيجة هذه المنافسة الساخنة، فيما ذهب محللون إلى أبعد من ذلك بنظرية أنه لو ترشح الديمقراطي بيرني ساندرز مقابل ترامب لكانت النتيجة مختلفة، لكن الكثيرين يرون أن الانقسام الحقيقي هو ما سيأتي لاحقاً. إذن ترامب الرئيس 45 للولايات المتحدة الأمريكية، رغم العنصرية، الكراهية، والاتهامات الجنسية التي لاحقته خلال حملته الانتخابية، إضافة إلى كل الأوصاف التي أطلقت عليه من قبل الإعلام والسياسيين حول العالم، وحتى الرئيس الأمريكي باراك أوباما بدءا من السذاجة إلى كونه لا يصلح رئيسا، لكن ها هو رجل الأعمال ترامب، الملياردير المحب للشهرة والمثير للجدل، ينجح في الوصول إلى البيت الأبيض متحديا كل التوقعات بانتظار تنصيبه رئيسا بشكل رسمي مطلع العام المقبل، ليجلس في المكتب البيضاوي ويدير شؤون بلاده والعالم. نناقش في حلقة اليوم فوز ترامب بكرسي رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، ما هي تأثيراته على السياسة الأمريكية، ما هو الدور الذي لعبته وسائل الإعلام الأمريكية في الانتخابات الرئاسية، أين أصابت أين أخفقت، كل هذا وأكثر نناقشه مع ضيفينا، كل منا دكتور حازم قشوع أمين عام حزب الرسالة والناشط السياسي الأستاذ ضرغام هلسة. نبدأ حوارنا بعد فاصل قصير. نبدأ حوارنا لهذه الليلة ورحب بضيوفي الكرام دكتور حازم قشوع أمين عام حزب الرسالة، أهلا بك شرفنا بحضورك. أهلا. الناشط السياسي الأستاذ ضرغام هلسة، أهلا بك شرفنا بحضورك. يوم أمس كان حديثنا عن هل حسمت الانتخابات الأمريكية قبل أن تبدأ، واليوم أسأل ما الذي حدث؟ يعني السؤال اللي بيجاوب عليه بفوت على جنس، يعني ما الذي حدث هي مفاجأة، أكيد كانت مفاجأة لكل استطلاعات الرأي، المراقبين السياسيين على حد سواء، كان الحديث باتجاه هيلاري كلينتون. لكن اللي صار انه انا بعتقد بالبنزم انه طريقة التفكير اللي تحدث فيها حملة دونالد ترامب تحدثت خارج الصندوق، خاطبت الوسط، القلب الأمريكي بالوسط، خاطبت إقليميا دعني أقول وعنصريا 80% من البيض، وأنا بعتقد أنه نجح إلى حد كبير باستثارة هؤلاء ولنصوت له. أنا بقول أنه 20% ما كانوا بيقدروا يسووا شيء، أي الأقليات اللي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، خطاب إقليمي واضح لم نعتد عليه من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يمثل رئاسة الدولة الأكثر نفوذا في العالم. وأنا بجزم أنه دونالد ترامب تحدث عن بحل لسان أمريكا ونسى نفسه انه بيشكل الرجل الاكثر نفوذا في العالم، هو الان رجل العالم الاول وليس فقط رجل امريكا الاول. خطابه كان مستفز، استفز كل مشاعر المسلمين والاقليات وغيرهم، كل الاقليات استفز مشاعرهم، لكن هو كان بحاجه لانه الفئه التي استهدفها دونالد ترامب وصل الى لها اللي هي قلب الولايات المتحده الامريكيه، فكان له ذلك. المفاجاه الكبرى كان انه في استماله مثلا فلوريدا له، علما انه فلوريدا كيوبنز، هذول الناس معظمهم موجودين من 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 من, من اصول امريكا اللاتينيه، الا انه اقول انه جيف بوش حسمها كل الولايات المتأرجحة، كانت مفاجاه. بتفق ضمنا انه هنالك كان في صوت واضح، اذا انتبهت حتى اللي كانوا بتحدثوا بالشارع كانوا بتحدثوا عوده أمريكا إلى سدة القرار، ما بدهم الأمريكان المواطنة اللي تحدثوا عنها طالما أشاعوها
قالوا احنا ما بدنا يكون سود يحكمنا او مرأة تحكم البيت الابيض. رفض المواطن الامريكي مشروع المواطنة، رفض المواطن الامريكي مشروع المواطنة تقدم في الحزب الديمقراطي. المرشحين الحزب الديمقراطي واحدة كانت انثى، هيلاري كلينتون، وساندرس كان يهودي، وبالتالي رفض المجتمع الامريكي القبول بالاخر، وهو ما يحسب انا بظني عليه ويسجل عليه. الاصل في الموضوع نتحدث كيف لا نقبل بالاخر. خطاب عنصري كهذا انا بظني مرفوض عالميا، لكنه مقبول على صعيد الوطن الولايات المتحدة الأمريكية. تتفق مع هذا، مع هذه الرؤية أستاذ درغان؟ كان هناك خطاب موجه، نجح ترامب في هذا الخطاب باستمالة أصوات ضمنت له فوز وبفارق كبير. أنا بدي أخذ المنطلق اللي انطلق منه المهندس حازم كشور عندما قال هذا رأس أمريكا الأول، وأمريكا دولة نفوذ دولي وليست نفوذ إقليمي أو مناطقي. ويعتبر عمليا في الفهم السياسي اللي كان سائد لما قبل يعني عودة القطبية الثنائية أو الثلاثية أو المتعددة يعتبر رأس العالم الأول كان. أنا بتقدير يجب أن نقرأ متغيرات الإقليمية والدولية اللي أحاطت بالانتخابات الأمريكية في هذه المرحلة. دخل ترامب على حملة انتخابية لم تعد أمريكا هي رأس العالم، لم تعد أمريكا هي رأس العالم ولا أصبح هناك تعدي قطبي في العالم، بروز الدور الصيني، بروز الدور الروسي بروز فعليا، وخاصة إذا سمع خطاب بوتين في الدورة 70 للأمم المتحدة وخطاب أوباما. أوباما لم يعطي شيئا، لم يقدم شيئا، بينما بوتين قدم للعالم شيئا عندما تحدث عن عودة الميثاق للأمم المتحدة، احترام القانون الدولي، سيادة الدول، يعني استقلال الدول، احترام الدول العضو في الأمم المتحدة. وهذا ما أكد عليه ترامب في كثير من خطاباته في أثناء الحملة الانتخابية. إذن ما جرى في العالم أثر في الداخل الأمريكي. لنأخذ بعين الاعتبار أمريكا عندما طرحت نظرية برجينسكي وبرناردو لويس واللي حكت عنها جوندريزا رايس بعد العدوان على لبنان في عام 2006 عن الشرق الأوسط الكبير، عن الفوضى الخلاقة. أنا بتقديري هاي النظرية ليست فقط يعني مرسومة لدول العالم كله، اللي طبقوها في يوغوسلافيا، طبقوها في السودان، طبقوها في دول التحالفات السابق، هاي طبقوها، وعندنا في المنطقة العربية نجحوا نجاحا مميزا في تطبيقها أو في الأداء من تطبيقها. وقفت عند المعضلة السورية، هاي العملية وقفت عند المعضلة السورية. وقوف عند المعضلة السورية دفع الأمريكان أن يفكروا إلى أين نحن ذاهبون. الأمريكان كلهم، الشعب الأمريكي شعب يعني عنده الأزمة السورية جعلت الشعب الأمريكي طبعاً الصمود السوري دفع باتجاه أن يصبح هناك متغيراً دولياً، وأعطت روسيا دور من خلال هذا الموضوع، أثر في السياسة الداخلية الأمريكية فأدى إلى فوز ترامب طبعاً. نعم، وأدى إلى فوز الجمهوريين وفوز ترامب. هلا بجي هون بأكد ما تحدث فيه الأستاذ حزم عندما قال أن ترامب قرأ جيداً الواقع الأمريكي، قرأ جيدا حالة التردد اللي بتعيشه أمريكا والتراجع اللي بتعيشه أمريكا في دورة السياسة الدولية، بدأ يأخذ منحة باتجاه أمريكا إلى أين. طبعا للعلم الرجل وطني أمريكا، تقدرش تقول عنه والله غير هيك، وطني أمريكا. وحقيقة لما تسمعهم كلهم مخلصين لأمريكا وبتنفذوا برامج أمريكا، دور أمريكا. وكلهم هو اليوم أول ما نجح قال انه انا الان يعني انا رئيس امريكا كلها وبدنا نحقق الحلم الامريكي. ما هو الحلم الامريكي؟ الحلم الامريكي هو ان تتوسع امريكا نفوذا في العالم عبر اقتصادها وعبر السياسه. اسمع رايك، يعني الازمه السوريه اعادت الحسابات الداخليه الامريكيه وحسابات الناخب الامريكي. محمد، لا الازمه السوريه ولا الشان الخارجي كان له دور يذكر ولا باولوياتهم. كل الاولويات اللي كانت اولويات، انتبه شو بحكي، انه الخطاب كان موجه للناخب الامريكي، لم يتحدث دونالد ترامب ابدا بالشأن الخارجي في الثلاث ديبيتس، لانه دعني اقول بكل وضوح يجهل الشأن الخارجي، لا يعلم شيء عن الشأن الخارجي. دونالد ترامب هو ليس من داخل المؤسسة الدولة الأمريكية ولا من داخل اصلا القيادة التقليدية في الحزب الجمهوري. دونالد ترامب تاجر، وبالتالي ما عنده خلفية عن الشأن الخارجي. بالثلاث ديبيتس اللي انهزم فيهن دونالد ترامب
اللي كانت بينه وبين هيلاري كلينتون في الشأن الخارجي. دونالد ترامب يعني بيعرف مثل ما امي حياتي بتعرف بالطيران، ما له علاقة اطلاقا في الشأن الخارجي. انا بقول هذا الكلام وانا متابع حثيث للي ما جرى. هلا ما بالك في القصة السورية؟ القصة السورية ليست باولوياتنا اطلاقا، انا في اولويات الشأن الخارجي، في الشأن الخارجي كله مش اولويات صناعة القرار. داخل اروقة صناعة القرار كان حديث حول نقاط رئيسية. النقطة الرئيسية الاولى اللي خاطب فيها دونالد ترامب الشعب الامريكي، قال 80% البيض هذول لازم يكونوا في صناعة القرار، مش معقول 20% هم اللي يحكموا. هذه النقطة الجوهرية اللي نجحته. رقم اثنين، خاطب القلب الأمريكي الولايات، هذه الولايات اللي منسية تنمويا، يعني بنتحدث عن ولايات مش ما لها زخم زي الولايات الغربية والشرقية اللي على السواحل. هذه الولايات اللي صارت قلب أمريكا الأحمر إذا بتنتبه عليها، خاطبها هذه خارطة النتائج أظهرت قلبا أمريكيا الأحمر. هي ليش هو اشتغل على تحت عنوان مثل الله يسهل عليه عبد الرؤوف الرابضي، عنده عنوان بيقول لقات شاطر ولا حصاد هامل، هو لقت تلقيط. هذه الولايات إلها 3 نقاط 5 نقاط 7 نقاط 8 نقاط، أخذ هذه الولايات في القلب، وبالتالي الولايات الكبيرة كاليفورنيا صوتت 55-1 لصالح هيلاري كلينتون. اتفاجأنا بفلوريدا، لكن أنا ما تفاجأت كثير لأنه بنعرف إنه جيف بوش هو كان أحد أبرز أعمدة حكام فلوريدا، وبالتالي هنالك نصرة كانت له بعنوان عائلة بوش. رقم اثنين في هذه الجزئية، أولا في الشأن الخارجي، في الشأن الخارجي اللي أنا يعني حاب إني أنوه له، أي عقل في الحملات الانتخابية ما بتحدث عن الشعب الخارجي لاختصار شديد، ببساطة شديدة بحكي لك إنه الأمريكان مش كتير يعني شطار في الشأن الخارجي، يعني عندهم 50 ولاية، هم عايشين في 50 دولة جوا أمريكا، فالشأن الخارجي بالنسبة لهم هذا شغل حكام، شغل سياسيين. لكن انتبه على الميديا الإعلام الأمريكي، أنا بعتقد ميديا بعيدة كل البعد عن الشأن الخارجي. أخيرا سيدي تفضل. أخيرا، العقل المدبر التنظيمي في الحزب الجمهوري يستند للجيش. إن 200 جنرال هذول كانوا موجودين وحاضرين في تنظيم الحزب الجمهوري، وأنا بعتقد إنه تنظيمهم دقيق، تنظيمهم صحيح، وتنظيمهم لازم نسجل يعني إله إنه الجيش كان إله عنوان في هذه المرحلة، وهو الشيء اللي دونالد ترامب شكرهم فيه. رقم اثنين، التنظيم، الرسالة القوية اللي كانت تحدث عنها هيلاري كلينتون كانت أنا بعتقد سلوغان رقيق، يعني let us be together، ما كانتش هذا هاي الرسالة، شعار الحملة الانتخابية ما كانتش قوي. لا، هذاك شعار الحملة أنا بدي أرجع أمريكا لأمجادها وبدي البيض يكونوا موجودين، كان أقوى بكثير، والفئة المستهدفة كانت أفضل بكثير. في أخطاء كبيرة ارتكبتها الحملة الانتخابية في 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 إعادة الأمجاد الأمريكية، البعض وصفوا أنه هذا سيكون تقوقع في الداخل الأمريكي، تتفق مع ذلك؟ لا طبعا. طيب عودة رح أرجع لك على هاي النقطة، معلش بس أنا بدي أسمع وجه نظر الأستاذ درغام، ولا ندخل في الأزمة السورية كثير، أنه رح نجيها على 30 ثانية. أعطينا درغام بـ30 ثانية سيدي. القصة الأمجاد الأمريكية وقفت عند حركة بوتين الدولية، صارت أقوى من حركة الرئيس أوباما، وبالتالي أصبح بوتين حتى في استطلاعات الرأي لما بصرح تصريح بيجيب 94 و100 و102 و103 جوجل هيت، أوباما كان الرجل اللي بتلقى الصدمات وبالتالي يريد أن يتعاطى معه بالباب الخلفي. بات واضح أن الحقبة الماضية كان الرجل الأول في العالم بوتين، تبعه بذلك أردوغان، ولم يتم ذكر إطلاقا للرئيس الأمريكي. هذا ما استفز مشاعر السياسيين وقالوا عودة أمريكا لتكون لاعب أساس في هذا الملعب. أنا بقول لك هذه معلومات ولا بتحدث عن لم تعود أمريكا القطب الأول في العالم؟ لا إطلاقا. أنا بقول أنه رئيس أمريكا باراك حسين أوباما كان يمكن له أن يستثمر نفوذه، وخلينا نحكي يعني بكل وضوح، الفرق التكنولوجي والاقتصادي بين أمريكا وبين روسيا الدولة الأكبر والتسليح، أنت قاعد بتحكي 50 سنة، يعني بين روسيا وأمريكا بتحكي 50 سنة الحد الأدنى. اقتصاديا هذه الدولة الأكبر في العالم، رقم اثنين الجيش الأكثر دعما في العالم، تسليحا وجودا حضورا، واضح يعني أمريكا وروسيا. لكن هم تفاجأوا الأمريكان ليش أوباما واقف هالوقفة وبوتين بلعب في المشهد. أيوة. في فرق كبير بينه، الله يسعدك، في فرق كبير بين مين ومين، وانا بس في فرق كبير بين اللي بنحكيه وبين بحكي للدكتور حازم واللي بتحكيه. لذلك بدك يعني صديقي محمد يعني تفهم المعادله جيدا ونفهم كلنا.
ما جرى في العالم، ما جرى في العالم وخاصة بروز الظاهرة الإرهابية التي بدأت تمس كل المجتمعات الغربية وأصبحت مهددة منها، دفعت باتجاه أن تتغير مجموعة من السياسات والآراء. لذلك ما جرى في سوريا، ليش بقول لك صمود سوريا؟ أنت ما عجبك الموضوع. صمود سوريا مش معجبني. بقول لك صمود سوريا أعطاهم معنى حقيقي، ما معنى الإرهاب. أمريكا كانت تتوقع بيومين ثلاثة، بشهر شهرين، بين عيدين راح نظام، ما راح نظام. خشت روسيا، صارت روسيا هي بحكي الأستاذ حازم الدولة العظمى في العالم. لا ما قال هيك. لا قال هيك، صارت هيك الأول. ضاعت أمريكا ودورها. هلا لما ضاع دور أمريكا طلعت هيلاري كلينتون، صارت هي عبارة عن الحالة المولدة للإرهاب. لا يعني دكتور صالح رشدات في له مداخلة، اسمع بس أشكره، اسمح لي، بيقول إنه ما حدث اليوم فوز ترامب هو تعبير عن إدانة شعبية أمريكية لسياسة الديمقراطيين وأوباما في 8 سنوات. طيب هل هذا أوباما وقف متفرجا اتجاه سوريا؟ أوباما وقف متفرجا اتجاه كل الأزمات، لم يتدخل، نحكي واقع. لا صحيح، اسمح لي معلي. أوباما لا اسمح لي، أوباما وصل إلى مرحلة الضربة العسكرية إذا بتذكر، بعد هدد بعد دعاية الكيماوي، هدد الضربة العسكرية بعد ما سلم وسلم نظام كل الأسلحة الكيماوي. هلا موضوع آخر، سلم نظام. طيب. هذا سياسي أصلا، هاي السياسي النظام سلم أسلحة ما بده إياه، لأنه بالأخير بدي أنزل أمريكا على الشجرة، نزلها. وهون بتكبيري نجحت السياسة السورية والروسية بأنها تحرج السياسة الأمريكية وتغولها في العالم، لأنه في الأخير شو المطلوب؟ تعالوا خلينا نتقاسم أجل السلام. أنا بيهمنيش الموضوع، بيهمني الآن التالي، ما يجري عندنا في المنطقة من انشقاقات وخلافات انتقلت لأمريكا، وهذا ما يؤكده صديقي المتخصص في الشؤون الأمريكية واللي هو علاقته معروفة مع الأمريكان، يعني شعبياً ودولياً وحكومياً ورسمياً، وهو يعني هل عبر عن حاله إنه يعني قال إحنا الأمريكان يعني ما معنا يعني ضاع دورنا. هلا بتقديري لا تزعل، إحنا أصحاب. وين سمح ما جيتش فيك يا زلمة؟ طيب هذا بسبت الشو. بقول أنا بعبر عن حقائق. عبر عن ما في قلبه حبيبي. لذلك أنا اللي بقوله التالي، فعلاً في أمريكا الآن في أزمة، في أزمة باللون بالعرق، في أزمة بالمذاهب. طيب لدور أول شيء بدك تأخذ بالاعتبار الكنيسة لها دور لأنها جزء من صناعة القرار في أمريكا، الخارجية لها دور لأنها جزء من صناعة القرار، هاي البروتوكول يعني خلينا نسميها جماعات الضغط الكبرى، الصهيونية لها دور، كل هذا بلعب باتجاه كيف تتم العمليات، يعني العملية السياسية والانتخابية. انا برايي اللاعب الابرز اللاعب الابرز امريكيا كان الاعلام، وراح نجي له في محور خاص. بدي ارجع بس عشان نقدر ناخذ اكثر من وجهة نظر. اسمحوا لي ارحب من الدوحة بالاستاذ الدكتور حسن البراري الخبير في الشؤون الامريكية. دكتور حسن مساء الخير بداية. مساء الخير لك ولضيوفك الكرام. دكتور يعني وأنت خبير في الشأن الأمريكي ومتابع لكل ما يحدث هناك، ويعني فوز صدمة زلزال هز العالم اليوم بفوز ترامب، هكذا وصف هذا الفوز، ما الذي حدث اليوم؟ الذي حدث أن ترامب فاز بالانتخابات، وأن هيلاري كلينتون عانت من مشكلة كبيرة جدا تتعلق بمصداقيتها وتتعلق بعدم قدرتها على الحفاظ على الأصوات التي حققها أوباما في ولايات كانت محسومة ديمقراطية. هناك ائتلاف اجتماعي جديد في الولايات المتحدة الأمريكية بدأ يظهر، وقد ترجم ذلك في نتائج الانتخابات اليوم. لم تكن صدمة بالمعنى الحقيقي، لأن كان استطلاعات الرأي في الفترة الأخيرة كانت تعطي الجهتين يعني تقريبا فرص متقاربة. لكن المعروف أو الذي كان يؤمن دوليا على الأقل من الناس اللي كانوا يعني يأملون بدور إيجابي للولايات المتحدة الأمريكية أن تفوز وليس ترامب. دكتور حسن، هناك من قرأ بأن الإعلام الأمريكي ضلل الرأي العام الأمريكي والرأي العالمي عندما دفع دائما باتجاه أن كلينتون فازت في المناظرات الثلاث، تتقدم باستطلاعات الرأي بفارق كبير وشاسع عن ترامب، وهي ضمنت سدة الرئاسة وهاجمت كافة وسائل الإعلام وشهرت بترامب وتحدثت عنه بألفاظ
يعني لا يمكن أن يتم الحديث فيها عن رئيس أمريكي. صحيح الإعلام لعب هذا الدور، لكن أيضا هذه الانتخابات كشفت بتراجع دور الإعلام التقليدي في التأثير على سلوك الناخب الأمريكي. وسائل الاتصال الاجتماعي التي كان يستخدمها ترامب وحملة كان أيضا تأثير كبير، كان واضح من خلال نسب التصويت التي جاءت لصالحه. أنا أعتقد أن هناك مؤسسة لعبت دوراً من أجل سيطرة ترامب، وهو مؤسسات استطلاع الرأي والإعلام الأمريكي الرسمي. هذا الإعلام الأمريكي الرسمي اللي مرتبط بتمويل المؤسسات الكبرى هو الذي حاول إظهار هذه الصورة لترامب، لكن يبدو أنه أن الناخب الأمريكي لم يعد يستقي معلوماته فقط من هذا الإعلام الرسمي. أنا بتقدير أن هناك تراجع ولازم نعيد إحنا النظر في دور الإعلام بالعملية الانتخابية. طيب دكتور حسن، إذا الناخب الأمريكي لا يثق بإعلامه التقليدي، ويأخذ نفس التعبير اللي ذكرته اليوم، كيف نقرأ نحن عربيا هذا الفوز لترامب وانعكاسه على المنطقة؟ كيف يمكن أن نقرأه بعجالة أنت كرمت؟ أولا نشوف الانتخاب ترامب هو يعكس القضايا الداخلية، يعني لا يحدث سلوك الناخب الأمريكي، هو القضايا المحلية والقضايا الاقتصادية. لم يعرف عن ترامب بأنه يعرف جيدا المواضيع الخارجية، بالعكس هو يعني يجهل الكثير من الملفات في المنطقة وخاصة منطقة الشرق الأوسط. لكن سيكون لذلك انعكاس بسبب واحد، انه انا بتقديري ان ترامب بنفسه لا يعرف ماذا سيعمل في الملفات الخارجية. لكن مرة ثانية يعني السياسة الأمريكية لا يمنحها فرد، يمنحها مؤسسات، سيكون معه فريق يرسم السياسة الأمريكية تجاه مختلف ملفات الخارجية في العالم، وأنا أعتقد سيكون أقرب كثيرا إلى التأثير الجمهوري التقليدي. بدي أشكرك كل الشكر أستاذ دكتور حسن البراري الخبير في الشؤون الأمريكية، كنت معنا من الدوحة. إيش بدك؟ أنا بدي أكمل عن موضوع دور الإعلام في الموضوع. ما أنا جاي على الإعلام. هو الدور إلي مش لك، ولا بدك تأخذ الدور؟ أنت عندك تعقيب على ذكر الأستاذ درغام؟ لا لا، أنا بالنسبة يعني أولا الأستاذ درغام رجل له احترامه وتقديره عندي على الصعيد الشخصي، وهو وجهة نظره بحترمها، وأنا بتأكد أنه ما بيتهمني بقدر ما بيناغشني، فأنا أخذتها من باب المناغشة والمداعبة مش أكثر. وإلا يعني أنا بعرف أرد كتير، لكن القصة إلي القصة قصة موضوع أنه كيف لنا أن نتعاطى مع هذا الموضوع. هذا الموضوع لازم نتحدث عن الشأن الخارجي. هلأ في الشأن الخارجي في good news يعني خبر طيب لمصر، خبر جيد لمصر، في عنا بداية صفحة جديدة، بداية دور جديد. أنا بعتقد أنه النظام المصري والقيادة المصرية التقطت هذه الإشارة، فسارع الرئيس السيسي إلى الاتصال مباشرة مع دونالد ترامب بعد ما كان الباب مقفل، حتى مش موارب، مقفل. أنا بعتقد أنه هذا good news للنظام المصري، جود نيوز للنظام السوري اللي منه طبعا اخوي درغام بتشجع. بقول مثلا طب ليش زعلت يا زلمه؟ قلت لك يعني انا بعتقد انه كويس هذا الخبر، انه لانه الطريقه اللي بتعاطوا فيها الجمهوريين دائما مع الانظمه ولا يتعاطوا مع الحاله السائده اللي كانت موجوده. انا بعتقد كمان راح يكون مش اسقطوا حكم دقيقه علي. هلا قصه الصومال انتهت، اي بمعنى دعني اقول في شغلتين انتهت. الصومة اللي كانت سائدة، دوامات التركيب الجديد، أي نغير المشهد حتى نركبه في كل من ليبيا طبعا، سوريا، اليمن تباعا، هذا كله، والعراق. هذه الصوملة أنا بعتقد أنه منطقة غير آمنة بسميها الصوملة، منطقة غير آمنة وغير مستقرة بننساها ونبحث عن حالة جديدة نتحدث فيها. أنا بعتقد هذا الموضوع انتهى، أو على الأقل وقفنا عند هذا الحد. وبالتالي موضوع 11-11 والمظاهرات اللي بيدعوا لها في مصر، أنا بعتقد ما يعني ما راح يكون لها يعني هذاك الزخم يوم الجمعة القادم. إذن بتحدث إنه وقفنا عند حد، إنه قصة الدومينو اللي كانت سائدة في السوفت اوف تشينج وفي التغيير الناعم والتغيير الخشن، أنا بعتقد وقف. رقم هذا رقم 2. رقم 3
قصة المواطنة اللي خلصت. يعني بطلنا نحكي طبعا حركة الإخوان المسلمين هنا اللي قادوا عن تغيير ناعم، أنا بعتقد سينتهوا من المشهد، ما راح أقول لهم مشهد يذكر، أدائهم ودورهم انتهى في القليل يعني في 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 في, في الواقع الحال. وبالتالي نحن نتحدث عن عودة النظام العربي من جديد، وبالتالي نتحدث أنه صحيح أنه شرط المنطقة كان الأردن، أنا بحكي بكل تواضع، بحكي شرط المنطقة خلال 8 سنوات كان الأردن صاحب الزعامة، صاحب الريادة الدبلوماسية والسياسية المؤثرة في صناعة القرار في واشنطن، وكان هذا طبعا معروف للكل، احنا يعني كنا دور غير عادي على الصعيد الدولي، لكن الآن لن يكون لنا دور متغير، سنبقى يعني نقوم بدور أنا بعتقد مؤثر تجاه كل القضايا، لأننا مؤمنين إنه الحل في سوريا يتأتى سياسيا، مؤمنين إنه في كل القضايا اللي تحدثنا فيها ابتداء. لكن في يعني خبر سيء للقدس، لأنه دونالد ترامب كان قد وعد نتنياهو إنه عند استلامه إلى السلطة إنه يعلن عن طبعا إنه سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تتجه للقدس، ولكن أنا بقول إنه بعد 20/1 استلامه للسلطة يبقى، أنا بوجهة نظري ستبقى هذا يعني مجرد وعد قطعه الرئيس أو المرشح الرئاسي، ولن يستطيع تنفيذ هذا الأمر، هذا بظني كما بظن كثير من المراقبين والسياسيين. الآن في فترة بسموها تأهيل للرئيس المنتخب، بدأت من اليوم وتنتهي يوم 20/1. هذا التأهيل طبعا بده يكون له كل الملفات اللي بتكون تناولتها المشهد. فاتني أن أقول أيضا أن الرئيس المنتخب هو آمر مهم في الشأن الخارجي، لكن من هو سكرتير اوف ستيت ولا اللي بسموه وزير الخارجية القادم للولايات المتحدة الأمريكية أيضا هذا مهم، مين هو الشخصية اللي راح إدارة البيت الأبيض الجديدة هي من سيحدد شكل المرحلة القادمة أكثر من وصول ترامب وحده إلى 100% سدة الرئاسة، خصوصا في ظل أنه الآن طبعا قيادات الحزب الجمهوري التاريخية الآن بدهم يجيروا النصر إلهم، نعم. وبالتالي سيدخلوا من باب مكين وباب، لكن أنت تتفق أن الرجل ذكي ولا يريد أن يلعب، لن يلعب هذه، هو يعلم تماما من وقف معه ومن ضده، لكن لن يستطيع أن يستغني على خبرات الحزب الجمهوري. أنت تتحدث عن حزب سياسي يعني مش عادي، هو لا وهي يستطيع، وهي المرة الأولى من 1928 وتأتي هذه السيطرة المطلقة لحزب على كل، بصراحة أنا بقول لك الحزب الجمهوري رح يلي حق ترامب، مش الحزب الجمهوري شال ترامب، هو اللي شال الحزب الجمهوري في هذه الانتخابات، هذا يسجل له سابقة. طيب. انا بتحدث عن سابقة يعني كبيرة في مسرح الانتخابات والدعاية الانتخابية، انه حزبي وقيادات حزبي لم يكونوا معي، يعني حتى يعني ري وهو رئيس البرلمان الامريكي، حتى ري يعني على استحياء قبل 3-4 ايام من موعد الانتخابات قال انا ساصوت لصالح ترامب، وبالتالي يعني لأنه خضع لرأي الأكثرية في الحزب. أنا بقول إنه الحزب الجمهوري انتصر إلى ترامب، مش الحزب الجمهوري انتصر لترامب. طيب بعد الفاصل راح أسمع منك تعليقك على ملف الإعلام والملفات والمنطقة، راح نحكي في هذا كله، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. نواصل حوارنا وضيوفنا الكرام وحديثنا مستمر حول نتائج الانتخابات الأمريكية، انتخابات الرئاسة الأمريكية، وهي ليست ببعيد عن نتائج انتخابات مجلس النواب والشيوخ الأمريكي، لأن الحزب الجمهوري سيطر على كل مراكز القوى الأمريكية، وهي المرة الأولى من 1928. صحيح. عندك تعقيب على ما تحدث به الدكتور حازم، وهناك من تحدث، والسؤال لك، أنا الإعلام الأمريكي ضلل الرأي العام الأمريكي، وقد يكون الإعلام الأمريكي سقط في هذه الانتخابات، حتى وسائل الإعلام الأمريكية تأخرت في إعلان فوز ترامب لأنها كانت مصدومة إذا صح التعبير، وهناك من يقول أين المصداقية، استطلاع الرأي نسبة الهامش الخطأ فيه معروف وتجاوز هامش الخطأ بكثير. يعني من حيث المبدأ بدنا ننطلق من قاعدة ثابتة الآن ثبتت كل الرأي العام العالمي، أن الإعلام فشل بأن يكون قائدا للرأي العام. دليل ذلك انه الاعلام منذ يعني مع بدء حمله الفوضى الخلاقه اللي بتقودها الامبريال الامريكيه، وهو يعني يضخ بكل ما لديه من امكانيات وماكينات اعلاميه لكي يغير الراي العام، اصطدم باكثر من حصيله، اخرها يعني الترجيحات والمؤشرات والاحصاءات والاستفتاءات التي عملها
ولآخر لحظة وهو يتحدث عن فوز هيلاري كلينتون أو تقدم هيلاري كلينتون على ترامب، وجاءت جاء الزلزال وإذا ترامب هو اللي فاز. هذا أولا. إذا من حيث مبدأ هناك ورشة عمل يجب أن تقوم الآن أمريكيا وأيضا دوليا لمناقشة دور الإعلام، لأنه الإعلام زيف عقول البشر، الإعلام أساء للمجتمعات، أساء للثقافات، حتى أساء للمصداقية. وبتقديري هاي مارسوها أشخاص، مش إجت يعني بالصدفة طبعا ضمن سياسات. الموضوع الآخر كيف أشخاص، هاي مؤسسات إعلامية ضخمة، أقول لك مارسوها عريقة، مارسوها شخصيات سياسية لخدمة برامج سياسية وأهداف سياسية وعملية للشراء، يعني الإعلام اشتروا الإعلام. الموضوع الثاني واللي بعتقد أنه مهم جدا، خطاب أوباما اليوم، أسف ترامب اليوم لحظة فوزه، حكى بالحرف الواحد، حكى باتزان، حكى كمفهوم رجل دولة، حكى أول شيء عن أمريكا العظيمة، عن الحلم الأمريكي، وهذا الحلم الأمريكي بخوفنا كلنا، إحنا ضحايا هذا الحلم الأمريكي. هذا أولا. طبعا اثنين، حكى أنه هو رئيس كل الأمريكان. الموضوع الثالث هو تحدث عن علاقات دولية مبنية على أساس الشراكة، ولن يقف، يعني خليني أعطيها المعنى اللي عبر عنه، أنه أنا يعني لين يكون لنا عداء مع أحد، إحنا بنقيم علاقات طيبة مع الكل. ما هو شاف رد الفعل الفرنسي ورد الفعل الألماني ورد الفعل ورد ورد وردود فعل توالت لحظة أن اقترب ترامب من البيت الأبيض، مجرد اقترابه من البيت الأبيض صحيح. مش وصوله كان صحيح. كانت تدير أفعال من وزارات وزراء الخارجية ووزراء الدفاع الأوروبيين واضحة، قلق كبير جدا من وصول ترامب. مش أوباما قال، قال مصيبي أوباما قال قبل يوم، إذا بيصل ترامب لأمريكا معناه الوضع فيها يعني بالويل. هذا كله يخضع لحسابات السياسات الاستراتيجية المتفق عليها ما بينهم، ما بين التحالفات الرأسمالية بينها بين بعض. الرجل لا يريد أي اتفاق وتحدث بوضوح، حتى اتفاق مع الولايات المتحدة مع إيران، اسمح لي أنا بحكي عن الاتفاق التاريخي مع إيران، قال أنا لا لن أتفق محمد مع إيران. اسمعني، مش يعني أول شيء أنا بحكي عن خطاب اليوم، ما حكيت عن طروحاته في الخطابات السابقة. انتهت طروحات ترامب؟ لا، ما بقول لك، هلا خطاب اليوم شو قال فيه؟ هذا طمن الناس، لاحظ كيف. أما ولكن ما صرحوا أثناء حملة انتخابية، هلا قسم منه راح يلتغي، يعني مثلا على سبيل المثال الآن في حملة كبيرة إنه على ضد الإسلام، هو الإسلام ما قالش عن ضد الإسلام، طرحه والمعرفة اللي يسوي يحط وزير مسلم عنده، هو قال ضد الإرهاب. فهمت علي كيف؟ اثنين، هذا مفهوم. المفهوم الثاني هو يعني لما بده ينمي دوره عند البيض، وهذا الحكاية الأستاذ حازم صح، يعني هو حكى عن البيض وعن دورهم الأصلي عن جماعته، كان يجب أن يجد هناك له ناس يختلف معهم، وهذا بصير في كل معادلات بدك تخلق، بدك تخلق معادلة، من يأخذ الدور، من يأخذ القيادة. يعني مثلا كان شعار الأمريكان أو الديمقراطي، أطلعنا الآن رئيس جمهورية أسود، طبعا هذا برأيه ما نجح هذا الحكي. كانوا بتحدثوا عن هيلاري كلينتون سيتميز أمريكا بأن يخرج من صفوفها امرأة، لذلك تصادم مع المرأة، تصادم مع المرأة. وآخر شيء اتهم كلينتون في أنه في عهده صار كل الإساءات المرأة. أنا اللي بعنيني الآن واقعنا عربي في هاي المعادلة، خلينا نكون واقعيين، بس بعجالة أرجوك عشان بس بيعطي في واقعنا عربي. أنا برأيي ترامب الآن يعني أحد أسباب نجاحه، أحد أسباب نجاحه فشل المشروع الديمقراطي، فشل المشروع الجمهوري السابق ما قبل الديمقراطيين، مشروع بوش. يعني فشل بوش وفشل أوباما فنجح ترامب؟ أكيد طبعا. طيب. لولا فشل، لولا فشل أوباما لما نجح ترامب؟ بأكد على عبارة أن ترامب فعلا لم يكن جزءا من السيستم السياسي الأمريكي، جاء على هامش هذا السيستم، استفاد من الهوامش في المجتمع الأمريكي في بداية حملة الانتخابية. رجل عملي، يجب أن نكون واقعيين، هذا الرجل تم سيطرته إعلاميا، تم تشويه صورته، حتى تم التغلغل إلى مفاصل حياته الداخلية، ومع ذلك استطاع أن يقول نحن سنحترم سيادة الدول. هذا الموضوع المهم اللي ثبته طيب. بوتين في الأمم المتحدة، واللي بتقدير الناس هو سار خلف بوتين، هاي وجه نظرك يعني. هلا موضوعك بوتين، أنا أول المرحبين، بوتين أول المرحبين بفوز ترامب بالمناسبة. كيف؟
يعني اولا اعطيني بس ثابت ومتغير في السياسه الامريكيه تحديدا في المنطقه. السياسه كلها متغير ما فيها ثابت. لا يوجد بالسياسه شيء اسمه ثابت. في فقط لغير استراتيجيات، هذه الاستراتيجيات يخطط لها ثم نمشي بهذه الاستراتيجيات الرويدر الرويدر. قصة الفك والتركيب في هذه المنطقة، لا الفك والتركيب باقي. القصة تبعت بوتين ودخول روسيا لهذه المنطقة البحث عن دور، يعني أوروبا تبحث عن دور. أوروبا فقدت الدور طبعا عندما رحب ترامب بانفصال بريطانيا العظمى عن أوروبا، وطبعا ألمانيا وقفت موقف غير عادي، استفزاز يعني كانت موقفها عدائي إنجاز التعبير ضد نجاح ترامب، لأن ترامب أعلن وبكل وضوح أنه هو مع انفصال بريطانيا، وبالتالي بداية فكفكت أوروبا، وهو شيء طبعا ألمانيا وفرنسا بحسبوا الحساب. رقم اثنين، الحديث عن الدور الروسي، روسيا تبحث عن دور في المحيط أو في المياه الدافئة، هذا معروف للكل، وبالتالي إذا كان هذا الدور من باب طرطوس وجبلي هذا موضوع ثاني، لكن القصة ليست قصة أنه نحن نريد أن نجد قرنا آخر لترتكز عليه الكرة الأرضية بعد ما الولايات المتحدة الأمريكية قادت العالم. مرة ثانية بقول، المال والاقتصاد والتكنولوجيا والمعلومات والخبرات بالحد الأدنى بين أمريكا وبين روسيا 50 عام، 50 عام أنا بقول، مش يوم ويومين، لأنه بعد انتهاء الاتحاد السوفيتي وسقوط خط برليف هاي 1989، أنا بعتقد أنه الاتحاد السوفيتي كله برمته، طبعا بقدر عاليا وجدانيات أخي درغام، لكن هذا واقع، سقطت الشيوعية، وبالتالي هذه المدرسة انتهت. عودة بوتين ليلعب هذا اللعب بحاجة لوقت، بجوز هو الآن بتحدث عن دور آخر له علاقة بأوروبا، لكن بدك تحكي بالحقائق كما هي، اليورو 80% منه هو دولار أمريكي، يعني موجودات اليورو 80% منه ما هو دولار أمريكي، وبالتالي يعني تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية باقتصاد يشكل طبعا 40% من الاقتصاد العالمي أن ترفع سعر اليورو. الآن بنرفع سعر اليورو بصير دينار، ببطل الصناعة تستورد، بنوقف، إحنا بنعمل ريسيشن في أوروبا. أمريكا تقود العالم، لا نستطيع إلا أن نتعامل الآن مع أمريكا باعتبارها هي قادة العالم. هلأ بحبها بحبهاش هذا موضوع ثاني، في السياسة فيش محبة، في السياسة الدول تبنى وفق مصالحها مش وفق عواطفها. بجوز يكون يعني عفوا بين أحد الزعماء كيمياء مش كيمياء، لكن هذا الشيء أنا بتحدث إنه وين مصلحتي في عين الاعتبار. يعني لو إحنا تحدثنا عن شعارات لفقدنا حالنا ووجودنا. انعكاس فوز ترامب على المنطقة إيجابي أم سلبي من وجهة نظرك؟ ولا لا تقرأ هكذا المعادلة كاميرة؟ أنت بتتفاجأ لما بحكي لك وجود ترامب في صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية سيكون له دورا إيجابيا مش سلبيا. موقف نزيف حالة اللي استمرنا فيها داعش واللعب على المتغيرات، بوقف حالة الصوملة اللي كانت سائدة لأنه لا يؤمن فيها، وأيضا بتعامل مع الأنظمة. الجمهوريين تاريخيا يتعاملوا مع الأنظمة للتغيير ولا يتعاملوا مع الشعوب لإبداء حالة الديمقراطيين بدهم إياها تكون هي جزء من قيادتهم للمنطقة الجنوبية. الأمريكان بيعرفوا أنهم قادوا شمال العالم ويريدوا أن يقودوا جنوب العالم، وكان هذا خطاب الرئيس أوباما لما راح القاهرة أيام حسني مبارك، قال إحنا جايين تنقود نص العالم. نص العالم التحتاني ما خيار عندهم، في عندنا 1.4 مليار مسلم، ما فيش خيار، وبالتالي هم بتحدثوا كيف لهم ان يكسبوا هذا النصف الجنوبي. عشان ما نتفائل كثير، نكون واقعيين اكثر. الرئيس الامريكي وفقا للدستور وفقا للاعراف مقيد بمؤسسات امريكيه راسخه، السياسه الخارجيه ليست امرا يملكه الرئيس وحده، هو باستطاعته ان يغير او ان ياخذ خيارات بديله كما تسمى في حال لم يرغب بالالتزام بقرار المؤسسة الرسمية، مش زي أنظمتنا العربية، مش الزعيم القائد وانتهى الموضوع. هنا ترى إنه هذه الوعود ما قبل الانتخابات، ما قبل وصوله سدة الرئاسة، ستختلف اليوم على المنطقة تحديدا ولا راح يصير؟ أنا بدي تعليق على هذا السؤال ولا حكى الأستاذ حازم. أولا في منطقتنا العربية سيبقى لأمريكا دور جميل، وهذا الدور ستبقى تحافظ عليه ولكن ضمن مقاييس، يعني خليني أسميه تبادل المصالح. جميل. مثلا أنا بتقدير ترامب
لا متحمس في تطبيق قانون جازتا. ترامب يعني تعبيره عن السعودية وعن دول الخليج بعتقد انه يعني سيأخذ به بكريزما شخصية قد يعني تأتي صناعة القرار الامريكي والجماعات الضغط يعني تحاول تحذب الموضوع، ولكن بالنتيجة برأيي هذا الموضوع عليه اتفاق امريكي كونه يعني موضوع الارهاب يعني امريكا هي صنعته. طيب. وهي اللي بتعرف من دعمه. تمام. نحن في الاردن وفلسطين هون الموضوع الخطر. انا بتقديري ان كان ترامب ولا هيلاري كلاهما معنيين في المصلحة الصهيونية ومصمم معنيين في يعني امن واستقرار اسرائيل بنفس المستوى، كلهم بنفس الحجم. الفرق في حل في فهم تسويه القضيه الفلسطينيه. الديمقراطيين كانوا يتحدثوا عن دولتين. هلا اليوم بركيت الملك الملك عبد الله لترامب يعني بقول له انه يعني تاكيد على حل دولتين، اذا قريتها تاكيد على حل دولتين. انا بتقديري الامريكان حطوا الفلسطينيين بزاوية وحطوا الأردنيين بزاوية معهم نفس الزاوية. أول شيء فلسطينيين أسقطوا مفهوم من يكون ممثل الفلسطينيين في المفاوضات، خاصة الخلافات الانشقاق والخلافات. طيب. الحالية. تمام. الموضوع الثاني أردنياً يعني مطلوب منا دور في هذا الموضوع. الديمقراطيين كانوا يتحدثوا عن كونفدرالية أراضي مقدسة ضمن اعتراف كيانات ثلاثية. الجمهوريين بتحدثوا عن الأردن الكبير. الأردن الكبير بتقديري مرتبط بالمفهوم الأمريكي في موضوع لسه في مجال الفكفكة والتركيب في المنطقة. يعني هيك حوار آخر وانت كشرت فأنا بقدرش أعطيك وقت انتهى، فما بقدر. هذا موضوع آخر، موضوع منفصل يحتاج حلقة خاصة. بدي أشكركم كل الشكر ضيفي الكريمين، شرفتوني بحضوركم هذه الليلة، شكرا جزيلا لكم. إلى هنا إذن نكون قد وصلنا لنهاية حلقة الليلة من نبض البلد. رؤية كما عهدتموها كانت ولا تزال، استبقى دائما معكم منكم وإليكم. فللأردني رؤية، تصبحون على خير.